سميتي تامي دوناسك، دوزنا في المدرسه ديال عبد الكريم الرئيس، كنقرا في المستقبل جوج. امتحان كان ديال الفرنسي كان ساهل، حطنا انتيغون ليكسبرسيون اكريت، سولونا على لي ميتي ارتيزان ولي ميتي مودرن. صافي امتحان كان ساهل، كنا واقيلا نقدروا نديروا البلون اللي بغينا، المهم انا اختارت البلون سامب حيت شفي غير لا تيز. وبالنسبه للامتحان ديال التربيه الاسلاميه هو كان ساهل، حطنا غير الجزء الاول والثاني ديال التربيه ديال القران. صافي غير هادشي اللي كاين. وبالنسبه للاسئله كانوا ساهلين، والاجواء ديال الامتحان كانوا هادوك، كان الكالم، كانوا الاساسيين ظريفين معانا. العام ديال الامتحان كيفاش كان؟ كان هو هذاك، كان جات عندنا اللجنه، الامتحان ديال الفرنسي جات عندنا. صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للاساسيين كانوا حاضرين، زعما كانوا حضرونا مزيان، زعما راه ما خلاوش زعما نقلاو شي حاجه، ما كانتش كاع نقلاو. وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه لداكشي اللي كنتو كتستعدوا مثلا وتهيئ الامتحان، كنظن واقيلا باللي الامتحان ديال بالنسبه للفرنسي راه داكشي اللي كنا كنتوقعوا، هذاك حتى الاسئله ديال العربيه تاهما راه هو ديال التربيه الاسلاميه تاهما هما هذاك، غير هو كنظن واقيلا المنهج واقيلا خرجوا عليها، حيت داكشي داك الامتحانات هذا بحال داك الشكل هذاك، واقيلا شي ما عرفتش واقيلا جديد داكشي ولا ما عرفتش. المهم ولكن الامتحان ساهل. كيفاش الميزانيه؟ كيفاش خرجوا عليها؟ لا ماشي في الاسئله ولا شي حاجه، غير طريقه السؤال كانت ماشي بحال اللي مولفين كان. العالم دوز مزيان اخي، فهمتي؟ بالنسبه للفرونسي دوزنا مزيان، كنخصو الامتحان غير شويه ديال التركيز. اونتيغون صراحه سادة خدمات معانا، حتى البرودكسيون اكريت كانت سهله، كانت في ديديكاس المدام حيحي، حتى البرودكسيون اكريت كانت سهله الحمد لله، قدرنا نجاوبوا مزيان. التربيه الاسلاميه حتى هي كانت على بورتي كذا، جاوبنا مزيان. اجزاء القران تحطوا ساهلين، داكشي كان ساهل. لا اغلبيه كانوا داكشي من ثقافه عامه، خصك تكون فاهم الماده. وكنبغي نشكر الاساتذه ديالنا اللي خدموا معنا وجميع الاطر الاداريه، وشكرا بزاف. لا هذوك الدراري المحافظين اخويا، وكانوا عوين ان ينقلوا هادشي اللي كنقول انايا، وباللي اللي خدم راه غادي يجي الامتحان ساهل، اللي ما خدمش راه جا الامتحان صعيب وصافي، وكان عوين ينقلوا وصافي. شكرا. السلام عليكم، معكم عبد الصمد حلوبي، ندرس في السيتي، الحمد لله ديما فاس علميه ديما راجع، والحمد لله داز الحمد لله داز امتحانات في اجواء جيده. داكشي اللي توقعنا تقريبا في التربيه الاسلاميه هو اللي تحت نيشان، و فرونسي ما توقعناش داكشي، ولكن الحمد لله داز مزيان. عمرنا شفنا هاد اللعيبه ديال لابواط، عمري خدمت انا بعدا، خدمت ديك اللعيبه ديال لابواط برودكسيون اكريت و ليتود دو تكست في اونتيغون. على العموم الحمد لله نقدروا نجيبوا مزيان، الله يدير الخير. انتم متفائلين؟ متفائلين، يعني متفائلين بالخير، شكون اللي ما يتفائلش؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. كما جميع الاباء حتى انا رافقت بنتي الامتحان ديال هذه السنه الجهوي، اللهم لك الحمد. الارتسامات ديال الجميع كانت مزيانه، الامتحان في المستوى، تحضير الوليدات الاغلبيه الساحقه اللي خرجوا من هنا خرجوا فرحانين، اللهم لك الحمد على كل حال، الله يخليهم على خير. يعني الوليدات كيدوزو امتحانات، وكنقدروا المعاناه ديال الاباء ديالهم. واش نقول لك؟ ما تعتبرش معاناه، تعتبر واجب. نحاولوا نكادروا وليداتنا، فهمتيني؟ وكل غالبيه الساحقه كيانفيستي في وليداته باش نوجدوا مواطنين ان شاء الله يكونوا اكفاء، اللي يشرفوا الوطن كامل باذن الله.